متابعينا الكرام، فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع موفقة وآمنة وسريعة نتمناها لهذه الأسماء 19 المشاركة في الشوط الثامن على مسافة الميل وربع الميل، مسافة 2000 متر وقيمة الجائزة 50,000 ريال. الاندفاع تبدأ سريعا مع مايكرو براست من المسار الخارجي بشعار أبناء محمد بن عبد الرحمن الطريف إلى المركز الأول بقيادة تركي العوفي من المسار الخارجي الذي استمر عليه إلى هذه اللحظات إلى 400 متر الأولى من عمر الشوط. بعد ذلك قرر أن يأتي للمسار الداخلي تركي العوفي، ما شاء الله تبارك الله على هذه القيادة. المركز الثاني وار أوف كوراجي في المركز الثاني، وأيضا المتابعة قادمة من أنجل أوف ترافلغار يتقدم الآن للمركز الثاني في هذه الصورة، بينما وار أوف كوراجي للمركز الثالث. المركز الرابع متابعينا مع سطا بشعار مانع الزمنان، فيما المركز الخامس من المسار الداخلي ناين دراجونز يأتي الآن للمركز الخامس. هنا الصورة كما تبدو. المركز السادس أيضا لروكو زام، فيما من المسار الخارجي هناك جون جوينج يحاول أن يتقدم، فيما الصورة تبدو هنا واضحة ما بين جواد مايكرو براست وأيضا القدوم الذي يأتي من المسار الخارجي لأنجل أوف ترافلغار الذي يتقدم الآن في هذه الصورة مع بداية 400 متر الأخيرة يتقدم، وربما أيضا الدخول يأتي من جوراكالي ووريور الذي يتقدم الآن من المسار الخارجي للمركز الأول. هناك أيضا ترابل جوي من المسار الداخلي، ربما يفعلها ترابل جوي، يفعلها أيضا، يتقدم للمركز الأول من المسار الداخلي ترابل جوي، وبقوة لأبناء إبداح العذاب يصل أولا إلى خط النهاية، ينهي هذه المنافسة ما شاء الله تبارك الله، ويسجل الانتصار الأول في سجل السباق ترابل جوي لأبناء